فالموضوع بكل بساطه انه احنا ايش chapter 2 شو كان موضوع chapter 2 متذكرين؟ كان بوليان الجبرا واللوجيك جيت. تعرفنا على الجيتس والبوليان الجبرا اللي ممكن نعملهم. chapter 3 عباره عن جيت ليفل مينيمايزيشن، معناته العنوان بيحكي لي انه انا بدي اعمل مينيمايزيشن للسيركت اذا كانت على مستوى الجيت ليفل. طيب خلينا نقرا السلايد هذا لانه شوي بيوضح لنا الفكره. جيت ليفل مينيمايزيشن شو يعني؟ فايندينج ان اوبتيمال جيت ليفل امبلمنتيشن اوف ذا بوليان فانكشن ديسكرايبنج ديجيتال سيركت. اذا انا عندي ديجيتال سيركت بدي سيركت تعمل تاسك محدد بمواصفات محدده، فانت بدك تروح ايش تسوي؟ تعمل لي فانكشن اللي هو السيركت تبعتها. وبالتالي بعد ما انت ترسم لي السيركت او تعطيني السيركت بطلبها منك على مستوى الجيت ليفل اللي هي الاند والاور والنوت والاكسكلوسيف اور، مش على مستوى الترانزستور ليفل. طيب اذا اعطيتني حل صح، ممكن غيرك يعطيني حل ثاني اوكي صح. الافضل اللي بيكون اوبتيمال، شو يعني اوبتيمال؟ اوبتيمال من ناحيه الاريا والباور والديلي، فاني بهمني اذا التو سيركتس واحده اصغر من الثانيه هي الافضل. اوكي؟ مينيمايزيشن از ديفيكلت، صعب ان انا اعمل مينيمايزيشن تو اكسكيوت مانيوالي. ليه؟ لانه السيركت بيكون حجمها كبير وبالتالي انا بدي اعمل سمبليفيكيشن على ورقه وقلم. مينيمايزيشن او حتى ديزاين بيكون الامور صعبه. ليه؟ لانه اللوجيك هاز مور ذان فيو انبوت، كل ما زاد عدد الانبوتس بنعرف انه 2 قوة الانبوتس نمبر اوف انبوتس، فعدد السيركت من جوا بيكبر، فراح تصير الامور مانيوالي صعبة. عشان هيك مانيوالي بدنا نختار على شيء كمبيوتر يساعدنا، كمبيوتر بيست لوجيك سينثيسيس تولز. في عندنا لوجيك سينثيسيس تولز مش راح ناخذهم بالكورسات اكيد، بس هاي التول شو بتعمل؟ مينيمايز ا لارج سيت اوف بوليان ايكويشن افيشنتلي اند كويكلي. تخيل انك انت عندك بالماث عندك خلينا نحكي 5 معادلات وكل واحده فاريبلز بدك تلاقي لهم السوليوشن، فكل ما يكثروا المعادلات فالسوليوشن بصير اصعب. عشان هيك اذا في تول بيكون اريح. طب اذا عشان افهم التول بدي افهم كيف احل سيركت صغيره، فهذا الشابتر شو بيعمل؟ انيبل يو تو اكسكيوت مانيوال ديزاين، انه انا بدي اعمل مانيوال ديزاين للسيمبل سيركت. عشان هيك البيج سيركت انا بفهم كيف بتنحل، ممكن احاول فيها، بس اذا في تول عملت لي لها سمبليفيكيشن انا بكون اوريدي فهمان. So preparing you for skilled use of modern design، فانت رح تكون عندك السكيلز حتى تستخدمه. طيب رح نبلش مباشره. في عندنا شيء اسمه كيرنوف ماب. كيرنوف ماب على اسم الشخص اللي اخترعها. اوكي؟ اختصارا ما يعني بنحكي كيرنوف ماب، او واحد ممكن يحكي ايش؟ كي ماب. اوكي؟ الكي ماب هي الطريقه مشان نعمل سمبليفيكيشن. هسا انا اذا قلت لك اعمل سمبليفيكيشن فانت بتروح شو دائما تعمل؟ تطلع عامل مشترك الاي بلس اي ايكوالز. يعني لو واحد حكى لك بدي ارسم انا هون تحت اف اي بي تساوي اي بي بار اور A بار B بار، شو هاي تسوي؟ مين بده يساعدني نعمل السمبليفيكيشن؟ B بار بالنهايه. كيف لقيت B بار؟ اخذت ال B بار عامل مشترك بتصفي A زائد A بار. معناته انت اول شغله رحت طلعت عامل مشترك، فهي هي قانون. بعدين صارت عندي A اور A بار، صارت هاي B بار اندد باي 1. هاي كمان قاعدة ثانية انه الاكس اور اكس بار ايكوال 1، فصارت عندي بي بار. هاي اللي اخذناها صح. لو انا كبرت ال خلينا نحكي السيركت راح اتبع نفس القواعد، ولكن انا في عندي كيرنوف ماب. ابسط فانكشن ممكن يكون عندي ايش؟ تو فاريبلز. فدائما في زي خلينا نحكي ماب اللي هي خلينا نحكي بتكون مربعات او سكويرز، بحيث اني انا ايش اعمل؟ احط الفاريبلز. فالفانكشن قلت لك فانكشن اي بي، معناته انا عندي تو فاريبلز اي وعندي فاريبل بي. البي احتمال يكون 0 1 والاي 0، معناته ها شو المين تيرم. هسه احتمالاتهم اي بار بي بار، هاي
A bar B. هاي A B bar A B. صح ولا مش صح؟ الرسم اللي أنا رسمها على الشمال صح ولا مش صح؟ صح أنا عندي two variables A و B هيك احتمالاتهم. مظبوط. طيب هاي شو هذا؟ A bar B bar. A bar B bar شو هو؟ I'm not. تيرم زيرو. I'm zero. هاي أم واحد وهاي أم اثنين وهاي إيش؟ أم ثلاث صح؟ بدي بس بدي أسمع إنكم ركزين معي ولا هي سهلة بعرف إنها سهلة بس هي أساس. طيب رد علي شاب بتوقع كلكم زيه. طيب هذا الفانكشن A B bar وين الـ A؟ هاي الرسمة شباب هاي السطر هذا هو أنا عندي A اللاين اللاين أو السطر مش فارقة هاي عبارة عن A هاي عبارة عن إيش؟ A bar A bar. طب هاي مع انها بيسك شباب بس راح الناس يخربطوا بيها هاي بي 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 بار بي بار. طب انا قلت لك اي بي بار اي معناته السطر التحتاني بي بار هون صح هذا هي هي ام ام 2 اذا كانت من ضمن هاي فهي بحط واحد. طيب اي بار بي بار اي بار بي بار هون اللي هي ام 0 معناته فعليا انا بعرف انتم بتعرفوا انه هاي ام زيره وبتعرفوا انه هاي ام واحد من المين تيرم صح؟ طيب هسه انا اللي راح يصير شباب الفانكشن اللي معك تاخذه وبتروح على الماب وين في مين تيرم جويه الفانكشن بتحط واحد. طب هسه بدي اعمل سمبليفيكيشن انا ما بدي هاي القاعده اللي تحت خلص وي ار اوريدي دان خدناها بشابتر 2 بالكيما بتطلع على اكبر عدد ممكن من الواحدات وبجمعهم مع بعض. أنا ممكن أخذ هذول الثنتين مع بعض شو أمثلهم؟ آه شباب هاي الفانكشن بيبار 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 هاي بيبار وضحت؟ آه تمام تمام دكتور. طيب بدي أنا أعيد على نفس الرسمة مشان ما بدي أعملها بالأخضر. طيب حكيت لك أو هون حكينا إنه F equal summation صفر واحد وثلاث اعمل لي simplification اعمل لي simplify صفر هاي الصفر بدي أنا أرسم بالأخضر شباب مشان يعني أكسب مساحة صفر واحد وثلاث شايفينهم بالأخضر ولا لا؟ طيب خليني أرسم هون أروح هاي A هاي B أنا بعرف هاي صفر واحد اثنين ثلاث بدي أرسمها هون صفر واحد وثلاث مين بيعمل لي simplification؟ أنا دكتور. آه تفضل. ممكن تكون A bar or B يعني A bar or B أخذت لي هاي بعدين أخذت لي هاي أنت مزبوط وضحت الفكرة زميلكم شو عمل؟ هسا أنا بحاول أجمع أكبر عدد ممكن من الونز هسا أي ون يعني أي من تيرم لو بدي أخذه لحاله هون بدي تو فاريبلز مثل إنه لو أخذت هاي مع هاي بدي ون فاريبل وضحت؟ طيب أخذنا هذول طب هذا ظل لحاله إذا أخذته بدي تو فاريبل طب باخذه مع هاي تقول لي أنا أخذت هذا أوريدي أه مش مشكلة عادي يعني خلينا نحكي المين تيرم ممكن تاخذه أكثر من مرة فهاي الفانكشن طلعت A بار أور بي وضحت؟ دكتور طيب أنا فهمت اللي فوق اللي أخذهم بس كيف الصف راح يظل A B ما هو مش A بار لحالها آه لا ليه ركز معي هاي صح هاي صفر واحد وثلاث هاي ذا الفانكشن معطى معك الصفر هون والواحد هون والثلاث هون صح ولا مش صح؟ آه مزبوط دكتور بدي آخذ المين تيرمز أجمعهم مجموعات أكبر مجموعة هيك شيلهم مع بعض ماشي؟ ما بس يعني بصير أخذ واحد لحاله إذا أخذت هذا لحاله هاي شو بدي يكون؟ A bar B bar صح؟ مزبوط طب إذا أخذت الاثنين بالسطر الفوقاني اللي هو هاي هاي A إذا A هاي معناته ضمنيا هاي A bar إذا هاي B معناته ضمنيا هاي B bar طيب إذا أخذت أنا السطر الفوقاني the upper line شو صار عندي؟ A bar
at A bar. صح ولا صح؟ متفقين عليها؟ الفانكشن صارت A bar. طب شو ظل عندي هذا هون المنترم تحت؟ ممكن أخذه لحاله، ممكن أخذه لحاله. لو أخذته لحاله شو رح يصير؟ A B. طيب سؤال، حلك صح مش غلط، بس simplified لا، في أبسط، لأنك أصلا أنت already بتعرف إنه هاي صارت A bar or A، هاي أخذناها قاعدة A bar or B، هاي بتقلب واحد صح؟ 100% دكتور وصف. هسه هاي انا باخذها لحالها، هي مش غلط بس مش افضل حل. هسه الاحسن شيل هذول الثنتين مع بعض. وضحت؟ طيب ما وضحت مش مشكله. هاي A هاي B. طيب الاف ايكوال سميشن صفر وثلاث، مين يساعدني؟ انا بساعدك دكتور. تفضل يلا. صفر هاي صح؟ واخر واحده اللي من الشمال. قل لي شمال ولا يمين؟ قل لي يمين تحت. يمين 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 تحت. يلا ساعدني. هاي بتكون اللهم صل على محمد A bar B bar اول واحده. F تساوي A bar B bar or AB. اور تبسطها. خلص هيك ما بتتبسط، يعني الحل اعطاني يا زميلكو ابسط اشي، لانه هاي ما في شيء حوالاها، ما بصير هيك اروح قطري وازمهم مع بعض، واضح؟ فباخذ هاي لحال وهاي لحال امضا. بس انا بعرف انه هاي هي اكسكلوسيف اور مع بي نور، او اي اكسكلوسيف اور مع بي الكل بار. انا مش بطلب منك يعني الكي ماب تعطيني هاي الحل، بس انا بدي اغير. وضحت؟ طيب هاي A B واحد مثلا F حكالي summation صفر وواحد واثنين، مين يساعدني يلا؟ اللي الصبية. الصبية حكى تفضلي. هلا الصفر هتكون بالام نوت، مثلا ام نوت، الواحد تحتي الواحد بجنبها والاثنين تحتيهم. ماشي يلا بسطي لي اياها. هلا هذا تكون A bar or B bar. A bar or B bar معناته طلع F تساوي A bar or B bar. وضحت؟ واضح شباب؟ هاي الحكي شباب، اللي ما بحكي yes or no بفترض انه يعني فهمان. ماشي، هاي خلينا نحكي كي ماب صغيره، هسه نفس القاعده راح اروح على كي ماب اكبر، لازم تكون فهمان هاي. طيب هاي اخر شيء يعني مشان تو كفر ذا توبك. طيب مش عارف يعني كل الاسئله سهله، خلينا نشوف اللي سؤال. طيب انا بدي احكي لك اف اي بي تساوي سميش summation صفر واحد اثنين ثلاث، صفر واحد واثنين وثلاث. هاي احنا قلنا ايه، هذا يعني variable A وهاي variable B. هاي العمود هذا بيكون B واللي بجنبه B bar، هاي بتكون A، السطور الفوقي A bar. طب اذا انا صفر واحد اثنين ثلاث شو الفانكشن؟ واحد، دائما واحد بغض النظر عن الها. ماشي. طيب إذا قلت لك F equal هاي A multiplication صفر وواحد، بسط لي إياها. بتكون دكتور summation للاثنين وثلاث. ركز معي، يعني هاي بدي أروح على الكيماب، وين أروح وشو أحط؟ عند الصفر شو بتكون القيمة؟ عند اثنين وثلاث ما في الصفر دكتور، هاي اثنين وثلاث. لا عند الصفر بكون صفر، عند الواحد صفر. الساعة المينتيرن بتعطيني متى الفانكشن واحد، صح ولا مش صح؟ هون أعطيناك متى الفانكشن إيش؟ صفر، صح ولا لا؟ صحيح هيك الماكس تير؟ مزبوط دكتور. مزبوط دكتور. معناته أنت
بدك تقول لي سم نفسها multiplication 0 1 equal summation 2 و 3. شوف إذا equal summation معناته عندي 2 و 3 بتكون 1، بس عند الصفر والواحد بتكون 0. وضحت الفكرة؟ فأحيانا يعني أسأل بعطيكم إياها، معناته الأف شو تساوي؟ الأف بتجيب الواحدات، شو قيمة الأف؟ شو الفانكشن؟ بي لا ركز ايه 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 عفوا عفوا لا عادي عادي، انا اللي بجاوب بغلط احسن اشي اصلا ترى. الفانكشن ايه؟ طيب طب الاف بار شو تساوي؟ اي بار. شوف الفانكشن بار تروح بتجيب يعني انا جبته من الكي ماب شباب، ما جبته من الاف. طب بعطيك اياها اخر مثال، اف تساوي multiplication 0 و 3. بدي ارسمه هون، معناته عند الصفر والثلاث شو بحط؟ زيرو. وعند الظلو اللي هم summation 1 و 2 شو بحط؟ واحدات. اذا بدي اف بروح اجيب هاي مع هاي اللي هم عبارة عن ايش؟ A bar B or A B bar or A B bar. إذا بدي F bar بروح أجيب الأصفار اللي هم إيش؟ A bar B bar or A B. وضحت الفكرة؟ التو ماب بكفيها. طيب من نروح على 3. تتذكروا كنا نحكي function of A B C، كم من variable معنا؟ A B C ثلاث. معناته كم من term عندي؟ ثمانية. هسا أنا بعرف ثمانية. أنا بعرف إنه الA والB والC هم الثلاثة variable بيعطوني من term يعني من الصفر للسبعة. هسا الK map ثمانية ما بقدر أعملهم مربع صح؟ ولا بقدر؟ ما بقدر. مستطيل. تكون عندي A وهاي عبارة عن إيش؟ B C. يوم أنا أقول لك A هون معناته هذا الفانكشن راح أرسمها مرة وبس، هاي A معناته هذا إيش؟ A bar. عشان أنا حطيت لك A واحد، ال A bar صفر. هسا ال B وال C ال two columns على اليمين B، معناته التو كولومز هذول ايش بيكونوا؟ بي بار. هسه التو كولومز اللي بالنص بيكونوا سي، الكولوم اللي على اليمين سي بار وعلى الشمال سي بار. ليش؟ لان انت لو تمسكهم وتلفهم بيرجعوا يلزقوا مع بعض، ماشي؟ فهم مش فاتحين هيك، هم في عباره عن سلندر. ففعليا هيك. طيب من الفانكشن، الفانكشن حكينا summation 0 و 1 و 3 و 7، كيف جبتوا مش عارف. يلا مين بده يبسط لي 0 و 1 و 3 و 7؟ أنا دكتور. دقيقة شوي قبل ما نبلش، هاي شو هي؟ خليني أروح هنا. هاي إيش حكينا؟ قلنا هاي A شب خليك سوري هاي A هاي B هاي C صح؟ طيب هاي عبارة عن إيش؟ A bar. بدي أشوف المنترمز شو هم، صح ولا مش صح؟ هاي أي منترم؟ نقلوني يلا. A bar B bar C bar B bar C bar. اللي بجنبها A bar B bar C B bar C. اللي بجنبها أسرع A B C A bar B C A bar B C. اللي بجنبها A bar B C bar. معناته هذا صفر واحد ثلاث اثنين، ماشي؟ طيب هذا المنترم شو هم؟ أبلش فيهم A، السطر الفوقاني والتحتاني نفس الاشي، بس شو فرقة ال A وال A bar صح؟ A B bar C bar صح؟
يعني هي أربعة. طب حدا ينقلني اللي بجنبها إذا سمحتوا. هي A B بار C. A B بار C يعني قديش؟ خمسة. خمسة. آه يلا أي حدا، يلا أي حدا يحكي بعدين. A B C. B C يعني قديش؟ صفر. لا عفوا سبعة. سبعة. بعدين A B C بار ستة. أنا حافظتهم هيك صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. عشان هيك دائما بس ترسم الكيماب بتجيب المنترمز تكتبهم على الزاوية مشان ما تخربط، لأن لو خربطت كل السؤال غلط. ماشي؟ فالسؤال طالب مني أعمل سيمبليفيكيشن صفر واحد ثلاثة سبعة. هاي الصفر ما أنا جبتهم واحد ثلاثة سبعة. ماشي؟ أنا حددت المنترمز لازم أحفظهم صفر واحد ثلاثة اثنين أربعة خمسة سبعة ستة. طيب يلا بدي أبسط. هسا أنا بدي أبسط، في عندي هون واحد وهون وهون. هسا ممكن أقول هاي صفر هاي صفر هاي صفر هاي صفر. أنا ما غلطت. ليه؟ لأنه هاي عبارة عن ملتبليكيشن اللي ظلوا اثنين أربعة خمسة ستة. يلا مين يساعدني بالتبسيط؟ أنا دكتور. تفضل. ممكن الأولى أنها تطلع، لا أقول لي المنترمز اللي تأخذهم مع بعض مشان أركز مشان زملائك يفهموا علينا. المنترمز اللي راح يكون إحنا المفروض نأخذ إما ثمانية مع بعض أو أربعة أو اثنين. هو ما في ثمانية أو أربعة، راح نأخذ اثنين. يعني حكي زميلكم بيقولكم أنا بأخذ عدد مضاعفات الاثنين، ما بصير أخذ ثلاثة من تيرمز مع بعض، فأنا ما بصير أخذ هذول الثلاثة مع بعض، فأنا بأخذ واحد أو اثنين أو أربعة أو ثمانية. الثمانية ما في، أربعة بجنب بعض تطلع ما في أربعة بجنب بعض، فشو ممكن نأخذ؟ دكتور من تيرم زيرو مع من تيرم ون أركزوا. ومن تيرم ثلاث مع من تيرم سبع. معناته الفانكشن صار نقلني A prime B prime A bar B bar. هاي اثنين هذول A bar B bar or B or BC or BC BC. حكي زميلكو صح؟ حدا مش فهمانه الفكرة شباب؟ مش فهمان عادي، لسه هذا أول مثال. أسا بعيده. أسا فعليا إحنا بالثري كيرن ثري فاريبل كيرن أوف ماب بنرسم بنرسم الكي ماب وبنعلم وين عليها المين تيرمز. ماشي؟ هون عملناهم على جنب مشان نحفظهم صفر واحد ثلاثة اثنين أربعة خمسة ستة سبعة. هذا بدك تكون حافظهم وأنتوا الحلو عندكم الامتحان أوبن بوك يعني، بس فعليا ما راح يفيدك. ليه؟ لأنك بدك تضيع وقتك بالكتاب، بدك تركز الكي ما بتروح ترسم هون. أنا حكينا صفر واحد ثلاثة سبعة حطيناهم، ممكن بينك وبين حالك تجيب الأف بار اللي هو مصفار، بس اتركوا لي إياها الآن. فأنا حطيت الونز، بحاول أجمع أكبر عدد ممكن من الونز. لقيت الصفر والواحد مع بعض جبناهم اللي هم A بار B بار. فعليا يعني الثلاثة والسبعة تحت بعض بجيبهم مع بعض. لو واحد قال إنه أنا بدي أجيب هاي كمان اللي هي عبارة عن A بار أو A بار A بار، مش السطر الفوقاني السطر بس النص اللي بالنص يعني، أوكي A بار C، فعليا حله مش غلط بس مش الأفضل. ليه؟ لأنه جاب لي المنترم واحد وثلاث على الفاضي، لأنه أنا هاي this is already مش محتاجه. ليش؟ لأنه الثلاث أخذتها مع السبعة والواحد أخذتها مع الصفر. وضحت؟ هذا حل، وهذا لو جبت هاي معها كمان حل ثاني، بس هذا أنا ممكن أستغني عنه لأنه بغلبني جيت زيادة. هذا وضحت الفكرة؟ طيب إذا مش واضحة عادي نروح أروح على مثال ثاني. أنا دائما أول ما أروح بقول إنه عندي أنا بدي أفرض إني A B C صفر واحد ثلاث اثنين أربعة خمسة ستة سبعة مشان ما أخربط. بحكي هاي A معناته السطر الفوقاني A بار،
هذول التو كولومز بي معناته اللي بجنبهم بي بار، التو كولومز اللي بالنص سي معناته الاجناب سي بار. وضحت الفكره؟ طيب انا بدي اروح احكي انه الاف ايكوال سميشن 0 و5 و6. مين يساعدني؟ يلا دكتور انا تفضل. هو عند الصفر بحط واحد، عند الخمسة وعند الستة. طيب يلا ركزوا معي. لا تقول ليش بس، عادي بدنا نحله مع بعض. السؤال يعني خام انه السؤال نفسه من اصلا مش حلو. يلا مش راشي حد ثاني، بدنا ناخذ اما واحد او ثنتين او اربعة او ثمانية حكينا. طيب معناته هاي ولا بقدر اخذها مع حدا؟ هاي بصير ناخذها بطريقه مايله مثلا؟ لا انا بسالك. لا حسب ما هاي تصير عندي ايش؟ بي بار اي بار بي بار سي بار. طيب الخمسه والسته، لو خمسه والسبعه او السته والسبعه كان يعني بجيبهم مع بعض، بس الخمسه والله ما هي جايه مع حدا ولا لا؟ مزبوط. طيب لا اي بي بار سي سي. طيب والستة A B C بار. لا A بس مش بار دكتور. شو بدي محس؟ مظبوط. ما أنا شوي زيكو يعني، تفكروني عادي باجي نعسان زيكو ترى مش صح صح. طيب هيك A B سي بار حلك صح. طيب سؤال يا أخي خليك معي، لو أنا حطيت هون أسهل. لا خليني F بار إيكوال، يلا شو الـ F بار دكتور؟ هسه اللي بدنا ناخذه احنا كل ثنتين مظبوط؟ بعرفش يعني، حاول، احنا قاعدين نتعلم مش قاعدين نحل سؤال امتحان. لو بدي الاف يعني بار ثلاث مع بعض وثلاث وسبعة مع بعض وثلاث وسبعة مع بعض وواحد وثلاث مع بعض واحد ثلاث مع بعض مظبوط. طب او هاي بتظل حالها. طيب يلا نجيبها، معناته اربع شغلات انت بدك تجيب لي صح؟ معناته خلينا نبلش هذول واحد واثنين اللي هم عبارة عن ايش؟ عن A بار في B C. لا هاي لا واحد واثنين واحد فيش واحد واثنين، واحد وثلاث. آسف واحد وثلاث، أنا مش شايف واحد وثلاث اللي هي عبارة عن A بار C، ثلاث واثنين اللي هي عبارة عن A بار B، ثلاث وسبعة اللي هي عبارة عن B C، الصفر عفوا هاي الأربعة اللي هي عبارة عن A B بار C بار. ماشي؟ طيب في شغلة إذا بتتذكروا طلعوا، أنا بحكي لكم الواحد. طيب هذا الفانكشن تساوي، أو خلني function bar تساوي summation واحد واثنين وثلاث وأربعة وسبعة، السبعة هيك بالباينري، الأربعة هيك، الاثنين هيك، هاي صح؟ مظبوط دكتور. هذولا بتتذكروا odd function exclusive or، معي ولا مش معي؟ يعني أنا فعليا لو أخذت هون هاي وهاي 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 اللي هو أنا على نفس الرسمة، هذول شو كانوا؟ هذول exclusive or. يعني أنا إذا أنتوا ناسيين الـ odd function ABC، function تساوي A exclusive or مع الـ B exclusive or مع الـ C، هيك بكون غطيت الواحد والثلاث عفوا
الواحد واثنين واربعة والسبعة ظل الثلاث باخذه مع اي واحدة بدي، مع على اليمين او مع على الشمال او مع التحت. فانا هذا الفانكشن صار هيك، او بالاحرى هو اف بار اور مثلا بي سي. وضحت؟ معناته انا الكي ماب بتخليني افكر بشغلات ثانيه. احيانا الفانكشن او الفانكشن بار في واحد اسهل اجيبه، وضحت؟ واحيانا خصوصا اكسكلوسيف اور والاكسكلوسيف نور صعب اني اشوفهم من خلال كي ماب. الكي ماب ما بعطيني اياهم، فانا جاب لي بس انا لحالي بعرف انه الاكسكلوسيف اور ذيس از اود فانكشن اذا كان عدد الوحدات اود. وضحت ولا لا؟ طيب اذا الامور مش واضحه ستيل في معنا مجال نتعلم. طيب الله يخلينا نشوف اسئله الكتاب. يعني 2 3 4 5 2 3 4 5 اف كان سميشن 2 3 4 5. معناته انا عندي هاي A B C 0 1 2 3 4 5 6 7. مين يساعدني؟ أنا دكتور. تفضل. هلا 2 و3 بجنب بعض هيكونوا. آه. 4 و5 بجنب بعض برضو. ماشي. هاي قلنا B C هاي. طيب شو أسهل حل؟ إنه آخذ كل تنتين بجنب بعض مع بعض. ماشي يلا هذول إحنا نصير إحنا نأخذهم ونكتب شو تساوي. هذول شو تساوي؟ هاي تساوي اللي هي AB. AB ولا A bar؟ A bar B. ماشي. A bar B. C ما دخلت بالمعادلة لأنه هذا الواحد C وهذا الواحد C bar. فC وC bar بيطلعوا. ماشي. فصارت A bar B. وهاي بدها تكون A B bar. واضحة؟ طيب في فانكشن ثاني بحكي لي summation 3 4 6 7 3 4 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 هاي A B C. يلا مين يساعدني؟ أي حدا؟ أنا دكتور. دقيقة كأني أنا خربطت السؤال. يلا دقيقة بس. لا أنا مش لا. أوكي فكرت حالي مخربط. يلا 3 و4 و6 و7 تفضل. عند 3 1 وعند 4 وعند 6 و7 والسبعة. طيب يلا كيف بدي أبسط؟ باخذ 3 و7 عمهلك شوي. 3 و7 شو طلعوا؟ اتخذتهم شو بي هم؟ ها؟ بي مع السي مزبوط. بعدين شو بدنا ناخذ؟ 6 و7 مع بعض؟ مع بعض. عشان ايش؟ عشان الستة. انا معك. وش كأنه؟ بس في شغلة شباب. هاي شباب خلينا نحكي هاي هي ملفوفة، فبترجع كأنها بتلتقي، هاي بتلتقي مع هاي مع بعض. ماشي. فعليا بدي بس اغير اللون. بدي اخذ ايوه بس اغير اللون عشان يصير اوضح لكم. انا ممكن اخذ الستة مع الاربعة. فعليا ما بعرف الاربعة مع الستة باخذهم. لو اخذتهم شو بصيروا؟ طلع عليهم من الرسمة شو بصيروا؟ اي سي بار. اي سي بار ذات ست دان. ليش؟ لانه هذا الستة هو تابع للبي والأربعة للبي بار. أوكي. ففعليا الفانكشن صار بي سي أور إي سي بار. واضحة؟ واضحة ولا لا؟ طيب معي في مجال. طيب مين حدا عنده مش عارف. طيب نشوف أسئلة الكتاب إذا في من أسئلة. شباب مين بالنسبة إلى الكيرنوف ما في عليها مشكلة مش فهمها لحد الآن إيش هي؟ معي؟ طيب مثلا هون حكينا أعمل سمبليفيكيشن ل ABCD. أوكي هاي أربعة فاريبل. ثلاثة فاريبل سهلات يعني أصلا. طيب
خلينا نشوف لنا واحده f equal summation 3 4 5 6 7 هاي سهله 3 4 5 6 7 يلا 0 1 2 3 4 5 6 7 هاي A هاي B هاي C مين يساعدني؟ أنا تفضل هلا بنحط عند الثلاث واحد والأربعة والخمسة والسبعة واحدات بعدين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة يلا جمعي لي إياهم هلا بقدر آخذ اللي على الطرف من تحت مع بعض اللي هم الأربعة والستة طيب بركزي فيها بركزي في إشي أكثر إحنا قلنا بحاول آخذ ثمانية بأخذ الصف كله شايفي كيف طلعت الحياة سهلة طلعت إيه تطلع إيه آه زائد بي سي ظلت هاي فحرام آخذها لحالها بأخذها هيك أور بي سي وأرضا واضح الأمور شباب طيب واحد واثنين وثلاثة وسبعة هاي F summation واحد واثنين ثلاثة وسبعة ليكون أخذنا هذا طيب صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة آمين ساعدني يلا هلا ساعد حالي واحد واثنين وثلاث وسبعة صح هيك واحد واثنين وثلاث وسبعة صحيح يلا. ثلاثة من اثنين أخذ إيش ثلاثة واثنين حاضر ثلاثة واثنين شو صاروا هذول صارت A بار B A بار B بعدين ثلاث مع السبعة شو صارت بي سي اوكي والواحد لحالها باخذها لا ليش خذها مع هاي اذا بدك تاخذها لحالها بالثلاث فاريبل اذا هيك بصير اخذت A A بار C هاي A B شباب صح هسه شو الغلط اللي بيصير الغلط انكو يعني مش انه هون الغلط انه واحد هو يعمل كي ماب بدل ما ياخذ مع إشي اكبر مشان يبسطه بس باخذه مع مثلا لحاله او واحد بجنبه عرفت شلون هي الفكره بدك تاخذ المين تيرمز حاول تاخذه مع اكبر عدد ممكن من الونز الثانيه هاي فكره الكي ماب اوكي طيب خلاص بكفي طيب اخر واحده هنا هنا function x y z اخر واحده بروح على الهاي هاي هي summation بيقول لي x bar y z or x y bar z bar y bar z bar or x y bar z هاي x يلا مين يساعدني بالله ساعدك انا تفضلي هلا اول شيء بدي احدد ايش هم المين تيرمز اللي معطيني اياهم فاول مين تيرم هو هو 3 والثاني هو 4 والخمسه 1 2 0 1 2 3 4 طيب بعدين شو بدي اسوي جمعهم مع بعض طيب شو اجمع باخذ الأربعة والخمسة مع بعض والثلاث لحالها شوي شوي هاي شو تساوي هاي تساوي هاي تساوي A B bar احنا قلنا هنا غيرنا قلنا X Y Z هاي X هاي Y هاي Z وانا رسمتها هي عبارة عن X اذا كنت X معناته السطر التحتاني كله انا بس ما بدي اياه بدي نصه على الشمال ف X Y bar Y bar ظلت هاي هاي بدها تكون اللي هي X والله ما انا شايف لها حل هاي لحالها بتضلها x هاي لحالها اللي هي بدها تكون x بار بار y y z يعني كانه هذا المنت هذا ظله زي ما هو بس انا بسطت تظل واضحه
طيب مشان نسهل امورنا بدي احكي قبل ما نخلص على محاض عن الفور. يس يزيد دكتور، بس عندي سؤال عن المين تيرم والماكس تيرم اذا بتحل لنا اياه من الكتاب. من يعني تابع للهاي ولا شيء قبليه قصدك؟ لا تشابتر 2 ما عرفتش احله. طب خليني اشرح اكمل هاي او اللي بدك عشان الكويز. طيب اوكي اعطيني اياه لانه لا بس بعد ما تخلص من هذا صح؟ لا اعطيني اياه هسه لانه رايي طالع. ايش بدك؟ شو السؤال؟ من اسئله الكتاب يعني؟ انا بعث لك صوره على المسجز. اوكي عن طيب